أكيد الرحمة لروح الفنان نضال ساجري. وقت نستذكر نضال ساجري نتذكر البسمة الجميلة، نتذكر الطاقة الإيجابية اللي كنا نشوفها من خلال أعماله، واللي هي محور فقرتنا لليوم، الطاقة الإيجابية. يعني شخص مثل نضال هو كان مصدر لهي الطاقة الجميلة الإيجابية بحياتنا، مثل ناس كتير ممكن يكونوا هنن مصدر إيجابي بحياتنا. اليوم محور الحلقة رح نحكي فيها عن الطاقة الإيجابية، تأثيرها على حياتنا، على عملنا وعلى محيطنا. وقت نكون أشخاص سلبيين ما عندنا هي الطاقة، بنحس إنه نحن غير قادرين إنه نعمل أي شيء بحياتنا، وهذا الشيء أكيد له تأثير جدا سلبي على كل نجاح بحياتنا. اليوم رح نحكي عن الطاقة، أنواع، كيف نحن قادرين اليوم نشحن أنفسنا بالطاقة الإيجابية كرمال ننجح بحياتنا، ننجح بمحيطنا. وأكيد هدول الأسئلة وغيرهم حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم، وهو الأستاذ المهندس محمد البابيدي، اختصاص تنميه بشريه. يسعد صباحك يا استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. طبعا يسعد صباح المشاهدين اينما كان، اهلا وسهلا فيك. طبعا كلياتنا عندنا هي القصه او هي الحاله بنمر فيها اليوم، نفاذ الطاقه، بنمر بحالات انه نحن تبرق معنا ايام ما بنقدر لا نطلع من البيت ولا نعمل شيء ولا نسمع اي حدا ولا نشوف اي حدا. هون بنوصل لهي المرحله، نحن بنقول مرحلة اكتئاب أو نفاذ طاقة أو فقدان الشغف. شو السبب؟ إيه طبعا الحالة اللي حكيت عليها هي حالة المزاج المنخفض، هي بعيدة عن الاكتئاب. الاكتئاب له حالات خاصة. هلأ نحن دائما بنقول أنه أساس الإنسان وحياة الإنسان هي طاقته، يعني الإنسان جسد تحركه هذه الطاقة، قد تكون طاقة طبعا مفعمة إيجابيا، قد تكون إيجابية قليلة، قد تكون فارغة، قد تكون طاقة سلبية، قد تكون مفعمة بالسلبية. والعلاقة بين الإنسان والكون الذي ينتمي له علاقة تبادلية، بالكون في طاقات إيجابية، في طاقات كمان سلبية، في طاقة فرح وفي طاقة حزن، في طاقة ألم وفي طاقة راحة، في طاقة شفاء وفي طاقة وجع. هلأ هذه الطاقة تتبادل مع الطاقة الإنسانية، فبحسب ما بيكون الإنسان وأفكاره يتلقى من الطاقة الكونية. فالحالة اللي قالت عنها ليلى هي سببها بصراحة الأفكار السلبية اللي تتكاثر على عقل الإنسان. العقل مثل ما قلنا بأحد اللقاءات السابقة مشكلته عنده قانون اسمه التركيز، فإذا ركز على شيء نسف كل شيء دونه. فممكن تسمعي كلمة مزعجة، يصير معك موقف مزعج، العقل يركز عليها، بينسف لك كل شيء مناقض إلها، بتفوتي بحالة المزاج المنخفض. لذلك نحن أساس طاقتنا أنه نسيطر على أفكارنا، يعني ما تكبر الأمور، ما تضخمها، ما تعمل من الحبة قبة. الإنسان الذكي هو اللي بيضخم الإيجابيات وإن قلت، وبيصغر السلبيات وإن كبرت. بس هذا الشيء بحاجة لجهد كتير كبير أستاذ. يعني اليوم مو كل الأشخاص قادرين يطبقوا هذا الكلام، أنه أنا اليوم شيء سلبي أقدر شيله بسهولة من حياتي. أحياناً شيء سلبي بيكون له تأثير يعني جداً بالنفس، يعني بحاجة لتعب كتير لحتى تقدر تحجمه. يعني ومن هون نرجع لشخصية الإنسان وقدرته بالسيطرة. يعني طيب اليوم وقت اللي بنحكي عن الطاقة السلبية وعن الأشخاص، وذكرنا نضال ساجري هي القامة الجميلة اللي كان هو مصدر للطاقة الجميلة، الطاقة الكتير كبيرة بيعطيها لأي حدا ممكن يشوفه. كمان المجتمع مليء بنضال وأيضا مليء بالأشخاص السلبيين. اليوم نحن كيف قادرين ناخذ الإيجابي منه فقط؟ طبعا إذا قررنا نحن يعني فجأة ناخذ إيجابية بتكون بعد ما خربت مالطة. هي بحاجة إلى تدريب، يعني الإنسان اليوم علم التنمية البشرية ما بياخده بلحظة. علم التنمية البشرية تدريب متواصل، قانون التركيز يحتاج إلى تدريب متواصل، يحتاج إلى فهم الحياة، يحتاج إلى فهم طبيعة الحياة، يحتاج إلى فهم مسؤوليتك بالحياة ومسؤولية الآخر. يعني كثير من الناس تحمل السلم بالعرض، تحمل أحمال هي مو إلها، يعني بينسوا أنه في رب لهذا الكون يسيره، بينسوا أنه أنت رزقتك مضمونة، بينسوا أنه أنت عمرك مضمون. وما عليك سوى التدبير والعيش ببساطة الأفكار. هلأ نحن أكيد هذه الأمور مصير الصدمات مثلاً، المفاجآت، الانتكاسات، خلينا نقولها هي على فكرك ضرورية، لأنه هي اللي بتخليك بصراحة مثل ما بيقول واحد يعني شو بيعملوا للكمبيوتر بستيرت مثلاً، بنشطوه شوي. في عندك إذا كانت الأمور كلها بروتين واحد، فرضي أنه دائماً الأمور ضابطة معك ضابطة معك، صار معك خمول، يعني صار مثل المياه الراكدة. المياه الراكدة مياه آثنة،
لاحظتي كيف؟ لذلك تجي هالاهتزازات هي حتى الواحد هيك يهز كتافه، يعيد افكاره، يعيد ترتيب اولوياته، وبهذه الانتكاسات يتميز الانسان الايجابي عن الانسان السلبي. في انسان يعني بيبحث على الانتكاسه حتى تجي مشان يقعد ياخذ عذر، يعني يقعد بقى يقتل بحاله ويقول ها شوف انا كذا وكذا. وفي ناس بتصير هذه الانتكاسه بتبدلها وبتطالعها لاعلى، يعني بتشوف في مثلا الان اعطيني اي مبدع، المبدع يعني بلا مشاكل بلا هموم بلا أزمات، لكن عرف كيف يتأقلم مع هذه الأزمات وياخذها حافز. وفي ناس سبحان الله جعلت من هذه الأزمات مرتع لأنه هي يناسبها هذا الرتع. يعني في ناس سبحان الله ما بيلبق للفرح، في ناس بصراحة ما بيلبق للوفرة، هي طبيعة الشكوى طبيعة القلة، يعني إذا اجتها وفرة بتتفاجأ. انتبهت علي كيف؟ هلا الانسان المتشائم اذا شاف امل بشكك فيه، والانسان المتفائل اذا شاف الـ 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 يعني مثل ما بقول انتكاسات بشكك فيها. لاحظتي كيف؟ طب اليوم الاشخاص اللي بيمرقوا لفترات معينه هنن هذا الشيء ممكن ما يستمر معهم، ممكن اي حدا بيمر بضغوطات نفسيه، يمكن التراكمات، ضغوطات العمل، ضغوطات البيت، المسؤوليات احيانا بتكون اكبر من الشخص، يمكن يمر بمرحله معينه يوم يومين، يعني هو بحاجه لا راحة، خلينا نقول ما رح نقول انه هو فات بمرحلة عدم نفاذ الطاقة او نفاذ الشغف، هذه يمكن تمر معه يوم يومين واقلع يمكن من جديد. هذا الشيء قديش هو كثير مفيد. طبعا نحن ممكن كلياتنا يعني من دم ولحم، اكيد بدنا نتأثر، يعني لا سمح الله صدمة نكسة شغلة فشل لا سمح الله او كذا، اكيد نحن طبيعتنا انه بنتأثر يعني. لكن الفرق بيناتنا انه في ناس بتتأثر بتستمر وفي ناس بتتأثر بترجع أقوى. صحيح. هذا الفرق. أما أنه إنسان ما يتأثر بنوب ما في يعني. الشيء الثاني هل نحن هي بنسميها كما أن حالات المزاج المنخفض اللي هي نفاذ الطاقة، أما الاكتئاب فهي حالات معينة بتلاقي بتقلب الإنسان من أقصى إلى أقصى خلال مدة 21 يوم، تتجاوز 21 يوم معناته أنت صار عندك حالة اكتئاب. أما يوم يومين ثلاثة ممكن هذا لا، هذا حالة مزاج منخفض عم يرتب العقل أولوياته، عم يرتب أفكاره. وأهم شغلة بصراحة بالإنسان بقولة أنه الناس بتفكر الراحة بالفراغ، أنه أنا إذا ما عندي شيء معناته، بالعكس الفراغ هو المرض، هو يلي مثل ما قلت لك بيجعلك لا سمح الله مثل ما بيقولوا أنه بالشغلات التافهة بالشغلات السخيفة بتصنع من الحبة قبة. لذلك المشاغل جميلة، العمل وأن يكون عندك عدة أبواب، يعني ما تحط البيض بسلة واحدة، فإذا انكسرت معناته انتهى كل شيء. دائما بده يكون أنا عندي عدة مجالات، يعني في عندي الأهل، في عندي العمل، في عندي الأصدقاء، في عندي علمي، في عندي الرياضة، في عندي كذا، مشان إذا صار بجانب من هذه الجوانب مشكلة ما بصراحة أنا أنهي حياتي فيها، لأنه في عندي جوانب بتساعدني على الانتصار عليها. طيب أستاذ، ذكرت من خلال حديثك بموضوع التنمية البشرية أنه في عدة أدوات للتدريب ومنها التركيز، يعني قلت لي أنه مو بيوم وليل الإنسان بياخذ الإيجابيات وبيرمي السلبيات، قصة بدها تركيز على الأفكار، خلينا بس هيك نضوي على هاي النقطة أكثر. طبعا نحن بالحياة يعني أي إنسان بيقعد هيك بحط دفتر بحط ورقة مهما كان ظروفه صعبة مهما كان بحاله الله يفرج عنا وعنه، يحط على اليمين شو عنده وشو ميزات وشو شغلات حلوه، ويحط على اليسار الشغلات اللي ناقصته، بيلاقي اليمين اكثر بكثير من اليسار. المشكله بالانسان انه ما عم يفرق بين احتياجاته وبين امنياته. احيانا بتكون الامنيات مو الك، يعني مثلا انا احتياجاتي انه يكون معي مثلا اجار مواصلات او اجار تاكسي، بس انا امنيتي سياره. طيب انا اذا جتني السياره ما يعني بجوز وقفها ما معي حق البنزين، بجوز ما معي حق التصليح، فبتصير هي بدورها عبء علي تبعتها وبتصير مصدر حزن. في ناس مثلا هي بحاله يعني بصراحه مو ماشيه وافكارها سلبيه وفايته ببعضها وبدها تتزوج، تمام. هلا انت لسه الان بهالمرحله مالك اهل الزواج، لانه اذا صار الزواج بهالمرحله هي حتساوي لنا اسره الله لا يرجيك، رفت علي، من المشاكل والهموم والجيران بيسكنوا عنكم حل المشاكل. انتبهت علي كيف؟ ففي شيء اسمه احتياجات وهي مؤمنة، الاحتياجات الأساسية مؤمنة، هذا وعد من الله عز وجل. وفي شيء أمنيات، ما في مانع أنك تحلم ويكون عندك أمنيات، ولكن بدها تكون مترافقة مع السعي،
أمنيات بلا سعي ما في يعني مثل ما تقولي أحلام. وبتلاقي بيروح الإنسان اللي عنده دولة بقى اللي بيقول له أعطيني وبر وأعطيني الطالع وارصد لي الطالع والبصق. ليش؟ لأنه مسكين ما عاد صفى عنده قدرة على السعي. السعي إنك تستثمر وقتك بتحقيق هدفك، تستثمر مواردك بتحقيق هدفك، تستثمر علاقاتك بتحقيق هدفك. تعرف إنه أنت بالحياة مدة معينة، أنت مو عايش والله آلاف السنين، أنت عايش مدة معينة، فعيشها صح، عيشها برواء، سواء حزنت ولا أنت ماشي. طب يعني هلا بيزوروا على المقابر بنشوف الناس كثير الحزين والفرحان وكذا، كله نفس القعده. فليه معناتها ما دام انت عندك ايام معدوده عيشها صح. كيف الواحد بده يقنع نفسه بهي الفكره استاذ؟ والله شوفي، هلا كل شيء بدك تقنعي نفسك فيه انت قادره تقنعي نفسك فيه. يعني انا بصراحه وقت مثلا شوف قلتلك انا بحط مثلا الايجابيات اللي عندي، بحط مثلا الحمد لله صحتي وعافيتي. هلا كل واحد فينا هلا مثلا تطلعنا على ما شاء الله على وجوهكم الجميله، في ناس عم تحط ملايين حتى بس يعملوا عمليات يطلعوا قريب منكم مثلا، معناتها هي نعمه كبيره وانت غنيه. الانسان اللي بصحته وعافيته الان غسيل الكلى قديش عم تكلف، والروح على المشفى قديش عم تكلف، يلي عم ينام بصراحه بدون ادويه قديش النعمه، يلي عنده اولاد الحمد قديش الناس اللي عم تدفع حتى طفل الأنبوب وكذا، اللي عنده سكن، اللي عنده أمان. يعني مرقنا بفترة يا لطيف شفتي أنت يعني صح. فقدنا الأمان يعني. واليوم سبحان الله هذا الإنسان وبيتذكر غيره مثل ما بيقول مثلا والأشياء اللي يعني أحكي لك قصة مرة. يعني إنسان مسكين ما كان ما عنده بيت، فماشي هو ورفيقه قام شاف هالبنايات كلها، قام قال له وين كنا وقت رب العالمين وزع هالبيوت وهالأرزاق؟ قام سكت رفيقه، بعد شوي أخذه على المشفى، شاف يا لطيف هذا عم يقطعوا له إيده وهذا عم يعملوا عملية وكذا وكذا، قام شو قال له؟ قال له وين كنت أنت وتتوزعت الأمراض على العالم؟ لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى بيعطيك. والله سبحانه وتعالى عادل. يعني احيانا اذا اخذت كل شيء بجوز تفقد كل شيء. انتبهت علي كيف؟ مثل ما قال نجيب محفوظ، اجمل من الوصول الى الهدف طريق الوصول له والحلم فيه. والقناعه كثير ضروريه مثل ما ذكرت حضرتك، ودائما نقول الرضا، الرضا والاستمتاع طبعا الحمد لله نحن احسن من غيرنا بكثير شغلات، ومع السعي لتحسين الاوضاع. طيب اليوم موضوع الفضفضة، اليوم في كتير أشخاص بيلجأوا للأهل لأصدقاء، يمكن أكثر شيء الأم هي دائما بيت الأسرار أو بيت الفضفضة، لكن قديش نحن لما بنكون عم نفضفض لهدول الأشخاص قديش عم يمتصوا منا هي الطاقة السلبية؟ نعم، هلأ طبعا نحن شوفي، هلأ الفضفضة في لها استراتيجيات. أنا ما بيصير يكون عندي مشاكل، عندي أمور، عندي أزمات، روح والله على رفيقتي إجي إلا بجوز هي رفيقة تصير بكرة عدوة لا سمح الله. يعني انتبهت علي كيف؟ روح والله افرضها للعالم، روح والله انشاء، لا، الفضفضه بدها تكون اول شيء لمختص، يعني استشاري تنميه بشريه أفضل. هذا اللي بيقول لك مثلا العلاج عندك شو تساوي، شو تضبطي افكارك، كيف يخليك تبرمجي حالك بعلاقتك مع زوجك، بعلاقتك مع والدك، بعلاقتك مع اهلك، بعلاقتك مع العمل، مع مديرك بالعمل، هذا يعني انا بدي فضفض لانسان مختص بهذا الموضوع. هلا انا ممكن بصراحه اجي فرضا يعني فضفض للناس، هلا دغري الناس تاخذ يا محمد هي كلها نكديه، ما في مره بنقعد الا همومه الا كذا الا كذا تماما. وممكن يهمسوا بشغلات ويكبروا شغلات، يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، بتفضفض للمختص. ولا تنسى الدعاء مع الله عز وجل، أن تفضفض إلى الله عز وجل هو الأولى وهو الأفضل. وتاني شيء بدك تظهر الجانب الإيجابي للناس، جانب الإيجابي. ما أجمل أنك تبتسم وأنت بلحظة وجع، ما أجمل أنك تبتسم والناس متوقعة منك تبكي، ما أجمل أنك توقف والناس متوقعة منك أنك تسقط. حتى هدول القصص أستاذ بحاجة لتدريب. اليوم الطاقة إن كان سلبية أو إيجابية إلى تأثير بحياتنا، على شخصيتنا، على عملنا ونجاحنا، وحتى على تربيتنا لأطفالنا. يعني خلينا نضوي على فكرة المضاعفات ممكن تصير لأي شخص يفقد الطاقة. تماما. هلأ مثل ما قلنا نحن الطاقة علاقة تبادلية بين طاقة الإنسان والطاقة الكونية، وأيضا تماما وأيضا هي علاقة تبادلية بين الناس. يعني ممكن أنت كطاقة مثلا إيجابية تعدي مع طاقة سلبية تمتصي منها الطاقة السلبية، تتأثري فيها. هل هي بقاعدة الأواني المستطرقة؟ دائما السلبية أوايا أستاذ. لا لا، هلأ مو شرط. هلأ أنا مثلا والله هلأ في ناس مثلا حضروا هذا اللقاء تمام، شعروا حالهم هيك في شوية طاقة وكذا، قام راح الدغري لعند جوزة وجوزة عنده مثلا جبل من الطاقة السلبية، إجباري هو حينتصر عليها، يقول لك شو هذا كله حكي رومي كذا، إجباري لأنك أنت مالك متمكنة. لاحظت كيف؟ أما وبيكون اليوم
الطاقة الأكبر هي ده تنتصر إجباري، حتى يعني الطاقة الإيجابية سبحان الله إذا حطيتيها شد إليك بالجحيم بتساوي جنة. يعني شفتوا مثلا بغزة الناس اللي بصراحة طاقتها فاقت الجبال. صحيح. يعني أنا شفت ناس بالمدرسة عم يعملوا دبكة، عم يعملوا غنى، عم يعملوا كذا، يعني والقصف قدامه والدمار قدام، طاقة يعني رهيبة تذهل تذهل. وفي ناس أمان، أولاد، مال، خدم، مركز مرموق، وبتعدي معها بتلاقيها يا لطيف كتلة من الهم تمشي على الأرض. طب هدول الأشخاص أستاذ كيف نحن ممكن نتعامل معهم؟ أحيانا بيمرق معك أشخاص أو ممكن يكونوا قريبين كتير لك ما فيك تبعد عنهم، لكن كثير بتزعل عليهم أحيانا بس ما بتقدر تعملون شيء، يمكن بمراحل بتشوف أنه هنن في عندهم ميزات أفضل منك لكن هنن كثيرين الشكوى والمرض والهم، كيف فينا نتعامل معهم؟ هلأ أنا طبعا في عندي أنا دور هلأ كاملة أنا عم بعملها التعامل مع الشخصيات الصعبة. هل هي الشخصيات من الشخصيات الصعبة، الشخصيات السلبية، الشخصيات الحزينة؟ يعني هي الشخصيات الحزينة بتزميها على العرس بتقعد بتبكي بتتذكر يا ريت فلانة كانت معي ويا ريت مدري شو وأنا بعرف. لاحظت كيف في ناس تاخذيهم على السيران بيعكروكي؟ ليش عم تحسبها سلبي؟ بجوز اليوم واحد فقد لإنسان كان المفروض يكون متواجد معه. تمام. دائما نحن وقت بدنا نروح عند الناس، ناس اللي عزموك على العرس راحت سريهم عم يتكلفوا عليك بالعزيمه وكاسه عصير وما بعرف قد ايش الكلفه هلا صارت، مو مشان تقعدي تبكي وتنزعي لهم العرس ويجوا يواسوكي وطولي بالك والعمر الك وكلاتنا على الطريق وشال العرس، رايح مشان تسريهم. اذا ما عندك هالقدره هي ممكن اعتزل. حتى في نوع ما عندهم او ما فاقدين حدا بس خلص هيك يعني عندهم. انا مثلا مره سالوني مثلا اهل الجنه مين تتوقع يكونوا اهل الجنه؟ اهل الجنه مين؟ أهل الجنة هم الفرايحية في هذه الأرض، أن الجنة بتأخذ الناس الفرحانين، ما بيناسبها الناس المكتئبين، الناس المرضى، الناس اللي بيجعلوا يعني شو بدي أقول لك بيشوفوا القمر كامل بلك إلا ما يكون له ناقص شيء في هذا، مو معقول. تبعت علي كيف؟ الفرح بده فرح، السرور بده سرور، العطاء بده عطاء، الوفرة بده وفرة، الغنى بده غنى، المال بيجر مال. تبعت علي كيف؟ الحزن بيجيب حزن، الألم بيجيب ألم، الوجع بيجيب وجع، الشكوى بتجيب مرض. تبعت علي كيف؟ لذلك بتشوفي انت مثلا من اعظم العبادات انه الواحد دائما يذكر الله ويقول الحمد لله. ليش؟ مش لانه هذا اللسان اذا حكى سلبيات جابه تماما، اذا شكى جابه. تبعت علي كيف؟ لذلك نحن ودائما بنقول انه الانسان ابن بيئته، فانت لا تكوني ضحيه لهذه الشخصيات، يعني انت مو موكله انك بصراحه تصلحيهم، لانه هدول بدنا نصلحوا عن طريق ناس مختصين. اما انت ما عندك القدره انك تصلحيهم، لكن انت عندك القدره انك ما تكوني ضحيه لهم. يعني مثلا انا بيجي واحد بيقول لي شوف استاذ البانزي شوف كذا، خير خير الا ما تفرج ان شاء الله، تمروا علينا ومرت علينا اكثر، ما بفوت معه بقى بجدالات وانت يعني وين بدك توصل وشو بياثر عليك بالاخير وشو كذا، لا لا بسحب طاقتك. انا شو بيطلع ما عنده سياره. لذلك اي والله بفرجه الله ان شاء الله، ان شاء الله بيلتقى له حل، مرقنا بفترات اصعب وكذا وانحلت. هيك بدك تاخذها، تاخذ امور ببساطه. اما تكون ضحيه له مشكله، ها مشكله. يعني حتى اذا انت يعني ابتسامتك صارت استفزاز له، الامل اللي بتنشره استفزاز له. يعني انا مثلا بحط على حالاتي يعني بعض العبارات هيك المتفائله، بتلاقي بيجيني ألف ومليون تعليق، وين الامل يا صاحب الامل؟ مالك شايف البنزين؟ بكون هو ما عنده سيارة. مالك شايف الكذا؟ مالك شايف الكذا؟ مالك لك يا أخي طيب إذا مشيت معك أنا وين بدي أوصل؟ بجوز تصير أنت بصراحة نزيل مشفى نتيجة هذه الأفكار. وشئت أم أبيت هذا الواقع اللي بدك تعيشه. قد ما فينا نغيره. لكن في إيجابيات، وعلى فكرة يعني كل إنسان سبحان الله المشكلة ها ما إذا الإنسان ماله مدرب ماله حكيم ما بتصغر مشكلته إلا إذا الله بعت له أكبر. ان شاء الله هيك يكون طاقتنا اليوم هيك اعطيتنا طاقه حلوه استاذ محمد، يعني ان شاء الله يكون وصلت للناس بتدريبات بسيطه دائما بكلمه الحمد لله نحن قادرين نتجاوز كثير قصص بحياتنا. شكرا ويومك حلو وطاقه هيك ايجابيه حلوه. يسعد قلبك رشا، شكرا استاذ حلوه على طول، خلينا نشوفها اكيد منك. اكيد ان شاء الله اكيد. شكرا لك استاذ على الطاقه الايجابيه اللي اعطيتنا اياها، بقيت نهار حلو لك. شكرا لهذا الصباح الجميل.